بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع هذا الفيديو هو العرض النقدي الجزء الثاني، يعني التعرض للمضاعف النقدي. يعتبر تتمة للمحاضرة السابقة التي تعرضنا فيها للقاعدة النقدية وصولا إلى غاية مضاعف الائتمان، يعني أن الوديعة كم سوف تتضاعف لتصبح إجمالي البدائع. في هذه المحاضرة سوف نتناول مضاعف النقود. أولا، العوامل التي تحدد عرض النقود. كما أشرنا سابقا أن عرض النقود هو العملة زائد الودائع. لدينا المعروض النقدي مثلا، أم آلي هو أكثر سيولة، هو النقود في التداول زائد الودائع تحت الطلب. أما بالنسبة لي مثلا للمجمع النقدي الثاني، يدخلنا عنصر الزمن، يعني هو المجمع النقدي الأول زائد ودائع لأجل ودائع الادخار. بالتالي سوف نتعرض أولا إلى العوامل التي تحدد أو تؤثر على زيادة أو انخفاض في عرض النقود. من بين هذه العوامل هو التغيرات في القاعدة النقدية، أيضا التغيرات في الاحتياطات المقترضة، يعني أن البنك المركزي يقوم بإقراض البنوك، التغيرات أيضا في نسبية الاحتياطي الإلزامي كيف سوف تؤثر على عرض النقود، التغيرات في الاحتفاظ في العملة مثلا إذا فضل الأفراد احتفاظ أكبر نسبة من العملة، أما إذا فضل الأفراد الاحتفاظ بنسبة أقل وإيداع الأموال في البنوك كيف يكون سوف التأثير على عرض النقود. أيضا التغيرات في الاحتياطات الإضافية، يعني التي تكون من مهام البنوك، يعني أن البنوك عندما يكون لديها أموال سوف تزيد من الاحتياطات الإضافية، عندما تحتاج إلى أموال سوف تنخفض الاحتياطات الإضافية. وبالتالي من خلال هذه الجدول سوف يعرض لنا تأثير هذه العوامل على المعروض النقدي. كما أشرنا سابقا إن الأطراف التي سوف تلعب تأثير على العرض النقدي عندنا الأطراف هم البنك المركزي والبنوك والمودعون. بالنسبة للبنك المركزي لديه قناتين خاصة من أجل التأثير، مثلا بالنسبة للتغيير في القاعدة النقدية كما وضحناها سابقا، تزيد مشتريات السوق المفتوحة للبنك المركزي من القاعدة النقدية، يعني البنك المركزي إذا دخل كمشتري في السوق المفتوحة سوف يزيد من القاعدة النقدية، أما إذا تدخل كبائع فسوف يخفض من القاعدة النقدية، وبالتالي زيادة القاعدة النقدية سوف تؤدي إلى زيادة خلق الودائع. أيضا نسبة الاحتياطي الإلزامي، بالنسبة للقاعدة النقدية، وبالتالي التغير إذا ارتفعت القاعدة النقدية قلنا سوف يؤدي إلى زيادة في المعروض النقدي، يعني استجابة في المعروض النقدي بالارتفاع. الاحتياطي الإلزامي مثلا، في حالة زيادة الاحتياطي الإلزامي هذه النسبة فإن تبقى نسبة أكبر من الودائع عند البنك المركزي كاحتياطي إلزامي، وبالتالي هذا ما يؤدي إلى انخفاض في المعروض النقدي، أن يخفضنا في زيادة أو توسع في الودائع. مثلا بالنسبة للبنوك بالاحتياطات المقترضة، يعني الأموال التي تقترض من طرف البنك المركزي، إذا تم زيادة في هذا المتغير فنؤدي إلى استجابة المعرض النقدي أكثر، لأن البنوك سوف تحصل على أموال، بالتالي يؤدي إلى زيادة خلق الودائع، يعني زيادة المعروض النقدي. أما بالنسبة للاحتياطات الإضافية، في حالة انخفاض الاحتياطات الإضافية، يعني البنوك ليس لديها احتياطات إضافية، وبالتالي هنايا يكون استجابة المعرض النقدي بالانخفاض، أن عن ليس هنالك أموال في أموال كثيرة من أجل زيادة منح القروض التي تساهم في زيادة الودائع أو تضاعف الودائع. أما بالنسبة للمودعون تتمثل في تفضيل السيولة، وبالتالي إذا فضل المودعون أو الأفراد الاحتفاظ أكثر بالسيولة هذا يؤدي إلى استجابة المعرض النقدي بالانخفاض، يعني انخفاض مضاعف توسع الودائع، يعني أموال كبيرة راها في التداول ولم يتم الاحتفاظ بها كودائع التي تساهم في زيادة المعروض النقدي. بالتالي الآن نمر إلى المضاعف النقدي. العرض الذي قدمناه على كاف لفهم كيفية عملية العرض النقد. الآن لدينا جري من الرياضيات من أجل اشتقاق قيمة أو جملة المضاعف النقدي.
والذي يعبر عن مدى تغير عرض النقود نتيجة تغير في القاعدة النقدية. يعني عندما تغير القاعدة النقدية سوف يتغير المعرض النقدي بهذه القيمة، وبالتالي المعرض النقدي يساوي لنا مضاعف النقود مضروب في القاعدة النقدية. ويشير مضاعف النقود إلى ما هو مضاعف القاعدة النقدية الذي تحول إلى عرض نقدي، نظرا لأن مضاعف النقود أكبر من واحد، فإن اسم البديل للقاعدة النقدية هي نقود ذات قوة عالية، يعني ذات سيولة عالية، أي يؤدي تغيير 1 دولار في القاعدة النقدية، أي تغير يعني أو زيادة أو انخفاض في القاعدة النقدية، إلى تغير أكثر من دولار واحد في المعرض النقدي، لأن قلنا المضاعف النقدي قيمته تكون أكبر من واحد. الآن نقوم باشتقاق المضاعف النقدي. أولا لدينا نسبة العملة اللي هي السي، هي العملة بالنسبة للوديعة. أيضا عندنا نسبة الاحتياطي الإضافي اللي هو احتياطي الإضافي بالنسبة للوديعة. سنشتق الآن معادلة تصف كيفية تؤثر نسبة العملة التي يرغب المودعون في الحصول عليها، ونسبة الاحتياطات الزائدة التي تريد البنوك الاحتفاظ بها، ونسبة الاحتياطي الإلزامي من طرف البنك المركزي والتي تؤثر على مضاعف النقود. نبدأ باشتقاق نموذج عرض النقد بالمعادلة التالية. لدينا إجمالي الاحتياطات هو الاحتياطي الإلزامي RR زائد الاحتياطي الإضافي، والتي تنص أن مبلغ إجمالي الاحتياطات في نظام مصرفي R يساوي المجموع الاحتياطات المطلوبة RR زائد الاحتياطات الإضافية RR. لاحظ أن هذه المعادلة تتوافق مع حالة توازن، يعني أن R هو RR، يعني إجمالي الاحتياطات يساوي الاحتياطات الإلزامية فيما سبق، يعني الاحتياط الإضافي يساوي الصفر، حيث إذا كانت الاحتياطات الإضافية يفترض أنها تساوي الصفر، إجمالي مبلغ الاحتياطات المطلوبة يساوي لنا إجمالي الاحتياطات حيث إذا كانت الاحتياطات الإضافية يفترض أنها الصفر، صح، إجمالي مبلغ الاحتياطات المطلوبة يساوي لنا نسبة الاحتياطي الإلزامي مضروبا في الوديعة الجارية. يعني عندنا RR كيف يتم حساب قيمته، عبارة عن نسبة الاحتياطي الإلزامي مضروبا في الوديعة. الآن نستبدل RR فوا دي، يعني نسبة الاحتياطي الإلزامي في الوديعة ب RR في المعادلة الأولى إلى معادلة تربط الاحتياطات في النظام المصرفي بكمية الودائع الجارية والاحتياطات الإضافية التي يمكن كتابتها كما يلي. بالتالي عندنا RR، وقلنا على RR تساوي لنا R تساوي من الاحتياطات والاحتياطات الإلزامية زائد الاحتياطات الإضافية. نستبدل الاحتياطات الإلزامية بنسبة الاحتياط الإلزامي بالوديعة زائد RR. النقطة الأساسية هنا هي أن البنك المركزي يحدد نسبة الاحتياطي الإلزامي لأقل من واحد، بالتالي يمكن أن يكون احتياطي 1 دولار أقل من 1 دولار من الوديعة، ويمكن أن يحدث التوسع في خلق نقود الودائع. نظرا لأن القاعدة النقدية تساوي لنا سي بالإضافة إلى إجمالي الاحتياطي، ويمكن إنشاء معادلة تربط مبلغ القاعدة النقدية بمستويات الودائع والعملة عن طريق إضافة العملة إلى جانبي المعادلة، وبالتالي عند القاعدة النقدية تساوي لنا العملة زائد الاحتياطات. لدينا الاحتياطات هو RR فوا دي زائد ER الاحتياطات الإضافية زائد العملة. هناك طريقة أخرى للمعالجة في هذه المعادلة، أنها تكشف عن مقدار القاعدة النقدية التي تتوافق مع مبالغ الحالية للودائع الحالية الودائع الجارية والعملة والاحتياطات الإضافية لاشتقاق صيغة مضاعف النقود، من حيث أن نسبة العملة كما أشرنا سابقا هي العملة بالنسبة للودائع، ونسبة الاحتياط الإضافي هو الاحتياط الإضافي بالنسبة للوديعة. وبالتالي القاعدة النقدية كما أشرنا سابقا هي الإجمالي الاحتياطات زائد إجمالي الاحتياطات زائد العملة. إجمالي الاحتياطات عندنا الاحتياطات الإلزامية والاحتياطات الإضافية. الاحتياطات الإلزامية هي RR فوا دي، كيف يتم حساب قيمتها؟ الاحتياطات الإضافية كيف يتم؟ هي عبارة عن نسبة الاحتياطي الإلزامي مضروبة في الوديعة، ونسبة تبديل العملة هي نسبة تبديل العملة، عفوا العملة هي نسبة تبديل العملة في الوديعة. بالتالي نقوم باستخراج دي كعامل مشترك، سيصبح بين قوسين عندنا نسبة الاحتياط الإجباري زائد نسبة الاحتياط الإضافي زائد نسبة العملة، نسبة تفضيل العملة مضروبة في الودائع. ومن أجل الحصول على تعبير يربط الودائع أو إجمالي الودائع بالقاعدة النقدية، وبالتالي عندي إجمال الودائع يساوي لنا 1 على
نسبة الاحتياط الإضافي زائد نسبة الاحتياط الإلزامي زائد نسبة تبديل العملة مضروبا في القاعدة النقدية، يعني ذلك إجمالي الودائع بدلالة القاعدة النقدية. يعني عندما تزيد القاعدة النقدية بوحدة واحدة تؤدي إلى تغير في الودائع بمقدار واحد على نسبة الاحتياط الإلزامي زائد نسبة الاحتياط الإضافي زائد نسبة تبديل العملة. الآن من أجل الحصول على تعبير ربط الودائع الجارية بالقاعدة النقدية أشرنا عليه سابقا، الآن باستخدام تعريف أم آل العرض النقدي، يعني المجمع النقدي الأول كعملة بالإضافة إلى الودائع، أن أم آ هو دي زائد سي دي الودائع تحت الطلب، ويتم تحديد السي مرة أخرى هي نسبة تبديل العملة مضروبة في الدي. بالتالي عندنا لدينا المعروض النقدي دي زائد سي، سي هي نسبة تبديل العملة مضروبة في الودائع. نستخرج دي عامل مشترك يبقى بين قوسين واحد زائد سي. بالتالي بالتعويض في هذه المعادلة عن العلاقة المعبرة للدي، سابقا استخرجنا الدي بدلالة القاعدة النقدية، الآن نقوم بتعويض هذه القيمة. بالتالي أصبحنا المعروض النقدي يساوينا واحد زائد سي على نسبة الاحتياط الإلزامي زائد نسبة الاحتياط الإضافي زائد تبديل العملة مضروبة في الآن بي. دي لدينا هذه الديت سوينا واحد على، وبالتالي استخرجنا عامل المشترك نقوم بتعويضها بهذه القيمة، نتحصل على المعروض النقدي بدلالة القاعدة النقدية. لقد اشتقينا تعبيرا في شكل معادلة، فإن النسبة التي تضرب في القاعدة النقدية هي ما يسمى بضعف النقود، وبالتالي تعبر عن مقدار التغير في عرض النقود استجابة للتغير المعين في القاعدة النقدية اللي هي عالية السيولة. بالتالي المضاعف النقدي يساوي لنا واحد زائد نسبة تبديل العملة على نسبة الاحتياط الإجباري زائد نسبة الاحتياط الإضافي زائد نسبة تخفيض العملة. إنها دالة لنسبة العملة التي حددها المودعون، يعني السي يحددها المودعون، نسبة الاحتياط الإضافي يحددها البنوك، ونسبة الاحتياط الإلزامي يحددها البنك المركزي. وبالتالي كل من المودعون البنك المركزي و البنوك تتحكم في قيمة المضاعف النقدي. بالتالي هذا يعبر عن المضاعف النقدي في حالة المجمع النقدي الأول أم، لأن في حالة المجمع النقدي الثاني الذي يساوي أم دو يساوي أم أ زائد، يدخل هنا عنصر الزمن تصبح لدينا ودائع لأجل والودائع الادخار، يدخل عنصر الزمن، بالتالي سوف يتغير هنا لدينا في البسط تصبح لدينا قيمة إضافية، يعني نسبة الودائع لأجل والودائع الادخارية بالنسبة للودائع. وشكرا.